تلقت مصالحنا نداء مفاده وجود حافة مرور على مستوى طريق الوطن 45 انقلاب وانحراف حافلة لنقل المسافرين. الحادث خلف إصابة 22 شخص وامرأة متوفية رحمها الله. الحادث وقع بالقرب من جسر بانيو على مستوى طريق الوطن 45 ببلدية المعريف. وقع الحادث إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين والخط الرابط بين نمسيلة وبوسعادة. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخبانة فتحت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، كما نذكر السادة المواطنين بضرورة الاتصال والتبليغ عبر الخط الأخضر المجاني 1055 أو البوابة الإلكترونية 3W PPGN.MDN.DZ.